البلد بتحتفظ بطبيعتها ومطالتها شهادة التلوث والضوضاء، لكن الوصول للأماكن دي بيعتبر مغامرة صعبة لأن الطرق المؤدية ليها مش ممهدة والمناطق حواليها غير مأهولة، ولكن هل جمالها بيستحق المخاطرة دي؟ توسوا أوشن ترنش هو خندق مائي بيقع في دولة ساموا المستقلة في جزيرة أوبولو في جنوب المحيط الهادي، وهي من أروع أماكن السباحة في العالم ومستوى المية فيها منخفض عن سطح الأرض. المكان شكله كأنه مشهد من فيلم خيال علمي، والخندق ده بتغذيه المياه الدافية اللي جاية من المحيط الهادي. هاواي فولكينوز ناشونال بارك ممكن أي شخص يزور المكان ده ويستمتع بمنظر آثار الحمم البركانية المدمرة اللي ما زالت نشطة لحد دلوقتي، ولكنك هتحتاج دليل من سكان المنطقة معاك تجنبا للمخاطر، وهتشوف أسطح المنازل القديمة وهياكل عربيات التهمتها الحمم من سنين. رحلتك هتستغرق حوالي 4 ساعات للوصول لأعلى نقطة في حديقة البراكين، تجربة صعبة لكنها ممتعة وصعبة تنساها. شلالات جبال مدينة أوكساسا في المكسيك. علشان توصل هناك لازم تركب سيارة أجرة جماعية من أوكساسا إلى متلا، بعدها هتتحرك الشاحنة لنقطة معينة فوق الجبل، وبعدها هيتحرك الناس مشي لحد منطقة هيرف الأجوة المتحجرة الصلبة في وسط الخضرة الساحرة، وهيستمتعوا بالسباحة في بحيرات صغيرة بتطل على الجبل. شاطئ كالا ماركيزا موجود على بعد 62 ميل شمال برشلونة في أسبانيا. طول الشاطئ 10 متر وهو متسوس بين المنحدرات الصخرية العالية، تقدر توصله عن طريق البحر بالقارب أو تتسلق الطرق الخلفية للجبل. الرحلة دي فيها خطورة كبيرة لكن جمال المشهد بيستحق العناء. الحديقة الوطنية في منغوليا مغامرة رائعة تحب تخوضها، حيث الجبال المغطية بالتلج والتلال العالية والطرق الترابية الغير ممهدة والمعابر النهرية الضيقة. الوصول للمنطقة دي بيستغرق حوالي 3 ساعات ونصف.